سوري، اخذنا ال percentage وعرفنا شلون نحولها وشنو انواعها، وشلون نعرف ال percentage هي نوعها weight per weight او volume per volume او weight per volume، وعرفنا شلون نحول من percent الى كمية كانت تكون وزن او حد. هسه بالعملي، بما انه ما عندنا يعني ما راح نداوم مختبرات، فراح شنو نحاول يعني نحل مسائل قدر الامكان تخص المواضيع اللي ناخذها بالنظري، وانا راح احل لكم اسئله، واكو اسئله هنا ما محلوله، هاي واجب انتم يعني تحلوه، وادز لكم رابط مثل زملائكم تدزوا لي الواجبات. الحضور طبعا عالية درجة، واحنا بلغونا القسم انه مو احنا راح نبلغ درجة، القسم هم راح من ياخذون الغيابات راح ما ينزلون من درجة الطالب الكلية، يعني اذا تقدرون قدر الامكان حلو. حتى راح نبدا نحل مسائل عن كل نوع من البيرسنتج، وبنبدا ويت بير ويت وفوليوم بير فوليوم ويت بير فوليوم، ونشوف شلون يعني الفرق بيناتها وشلون نعرف انه هاي ويت بير ويت او فوليوم بير فوليوم. هسه السؤال الاول، how many grams of dextrose required to prepare 4000 مول او 5% solution؟ معك صورة؟ عنده صورة حيحاول يطلع هنا بالسؤال. هو رايت how many grams يعني of dextrose required to prepare 4000 مول 5%. ويت بير ويت احنا هنا نحكي، احنا هنا شلون نعرفها ويت بير فوليوم؟ اذا طان السليوت ماده صلبه يعني مثلا باودر جرانيولز يعني سيمي سوليد سوليد سيمي سوليد مثلا كريم اوينتمنت، زين هاي نعرفها انه السليوت هذا ويت، ونعرف فوليوم اذا كان مثلا الحجم الكلي هو هنا مول مطينا، فهسه منا هو رايد هاو ماني جرامز، بما انه قايل جرامز اذا ويت، وبما انه هو رايد 4000 مول اذا فوليوم. هسه هاي اول خطوه شلون نعرفها نوع البيرسنتج. شايد هو عندنا احنا 5% يعني الدكستروز يشكل 5% من ال 4000، فايش قد وزنه راح يصير؟ راح نحله بهاي الطريقه. الطريقه الاولى انه نحول البيرسنتج الى ديسيمال فراكشن، البيرسنتج بدون وحده. ايش راح تطلع لنا 5%؟ مثل ما قلنا اذا تذكرون 5% شلون نحولها؟ نشيل علامه البيرسنتج ونقسم الخمسة على 100، راح تطلع لنا هاي الكومن فراكشن والديسيمال فراكشن، هاي طلعت لنا البيرسنتج على شكل ديسيمال. هسه حتى نطلع الدكستروز او السوليوت ايش قد، او اللي يشكل 5% ايش قد، نضرب في الحجم الكلي، يعني نضرب 5% في 4000. هنا ال 4000 جرام شلون صارت هي مول وصارت 4000 جرام؟ عندنا احنا اي سوليوشن ما يذكر لك السولفنت مالته، معناه السولفنت مالته ووتر، قصدي المذيب. بما انه ووتر، الووتر الحجم والوزن متساوي، يعني بالنسبه للووتر بس مالته يساوي الويت مالته، يعني اذا عندنا 10 جرام العفو 10 مول 10 مول ووتر هي تساوي 10 جرام ووتر. اوكي، فقط الووتر، بقيه المواد حسب بس الجرافيتي مالته. بس راح ناخذ مثال بالمسائل الاخرى شلون راح نعرف انه من السبيسيفيك جرافيتي حجم او وزن الماده او حجمها ايش قد يعادل وزنها حسب السبيسيفيك جرافيتي مالته. مثلا اكو مواد السبيسيفيك جرافيتي مالتها قليله، فاذا هسه راح ناخذ راح تشوفون انه هي وزنها 800 ملي جرام، بس من نريد نحولها الحجم يطلع حجمها 1000، ليش؟ لان هي السبيسيفيك جرافيتي هاي مالتها قليله. انتم عرفتوا يمكن اخذتوا بالكورس الاول يمكن معاكم دكتور احمد السبيسيفيك جرافيتي، السبيسيفيك جرافيتي هي نسبه كتله الماده الى كتله الماء. طلع عندنا شنو؟ ها حولنا الجرام، لان احنا عندنا ووتر هو سوليوشن، فنفس الشيء نقدر نعوض، نقدر نعوض من البدايه انه الحجم 4000 مول حول جرام، او انه بعد ما نكمل يعني نضرب 4000 مول في 0.05 من يطلع لنا الناتج نخليه وزن جرام باعتبار هو رايد شنو هاو ماني جرام. هاي طريقه الحل، طريقه الحل اللي هي مباشره انه نضرب السبيسيفيك جرافيتي بال
او العفو بالبرسنتج بالحجم الكلي، ويطلع لنا بعد ما نحوله الى اسم الفراكشن. الطريقه الاخرى هي الدايمنشنال اناليسيس، وهاي دايمنشنال اناليسيس نحوله كسر عشري اذا تكون كونفرتنج فاكتور نحوله، ونخلي الحجم الكلي بالاخير ويطلع لنا. وايضا نقدر نحلها بالنسبه للتناسب. اي طريقه انا بالنسبه لي بالامتحان اي طريقه تحلون بها هي مقبوله، ولكن تكون طريقه منطقيه يعني بالحل والنتيجه صحيحه. مثل ما قلت لكم اذا تكون بالكورس الاول، انا اذا الحل اذا الحل صحيح اي حل، سواء بالبيرسنتج بالضرب او بالنسبه للتناسب او بالدايمنشنال اناليسيس او حتى حساب عرض تشرح لي اياه وتطلع لي نتيجه، هذا صح. اذا الطريقه صحيحه وانت غلطان مثلا بالناتج ما يخالف، يجوز اعطيك 8 من 10، بس اذا بس الناتج صح وطريقه خطا لا، هذا يعني السؤال يعتبر خطا. السؤال الثاني، هذا ما راح احل لكم اياه هسه. هاو ماني جرامز اوف بوتاسيوم برمنجنيت شود بي جرام شود بي يوز، هذا شنو هسه ويت بير شنو شود بي يوز ان كومباوندينج ذا فالونج بريسكريبشن. البريسكريبشن هذه اللي هي البرمنجانيت هاي البرسنتج، وهو رايد الوايت مالت البيوريفايد ووتر 250 مل، بما انه عندنا حجم اذا وايت بير فوليوم عرفنا هاي البرسنتج نوعها. هسه شلون نحل؟ نحل نفس الطريقه الاولى اللي هي نحول البرسنتج اللي هي هذه الى ديسمال فراكشن، نشيل هذه ونقسم على 100، اعتقد يطلع لنا هيك 2، وهاي نقسم هاي يطلع لنا بدون رقم، قسمها على 250 راح يطلع لنا شنو الوزن مال البوتاسيوم برمنجنيت. هذا السؤال الاخر، what is the percentage sustain weight per volume. شوف احنا هنا ويريد البرسنتج، حطينا المواد و العفو صحيح نضرب هاي في 250 صحيح. هذا هسه السؤال، هو يريد البرسنتج، مطينا 80 مول، مطينا 12 جرام. شوفوا بما انه 12 جرام و80 مول وهذا الحجم الكلي، اذا وهذا اذا ويت بير فوليوم هسه عرفناه، هو اصلا مطينا يريد البرسنتج هاي نوع البرسنتج. هسه شلون طلع؟ عندنا احنا 12 جرام بال80 مول مذوب. نسوي نسبه تناسب انه احنا بال 80 مول يتعادل ال 100، ال 12 ايش قد يتعادل بال 100، ونسوي ضرب وسطين طرفين يطلع الحل بسهوله. يعني بعد ما لان هاي راح تختصر الجرام زين، وهاي ما مو يعني مو ضروري تخلون علامه هذا البيرسنت حتى لا يعني ترتبكون تحذفونها، بس بعدين يطلع النتيجه خلوه علامه البيرسنت. هذا السؤال هومورك، قاعد ادز لكم رابط النوع الاخر راح نجي عليه. ثاني راح افتح لكم الاسئله ورا ورا ما اكمل المحاضره. خل اقول لكم على هاي تقدرون تحلونها بالنسبه للتناسب، بس ايضا تقدرون تحلونها 12 على 80 في 100، والناتج من يطلع اللي هو 15 تحطون بيرسنت قدامه. هاي قانون النسبه المئويه هم هيك تنحل. اي شيء يعني يجيكم تبدون تعرفون النسبه المئويه زين، تقسمون السوليوت المذاب على المذيب زين وضربون في 100، حتى لان هاي ال 12 راح تطلع لكم تقريبا هيك 0.0 او هيك 0.15 زين، ففي 100 تصير 15 وتحطون النسبه المئويه. هاي طريقه ثانيه، اي طريقه تستعملونها صحيح. او النوع الثاني هو الفوليوم اند فوليوم كالكوليشن او البرسنتج فوليوم اند فوليوم. هاي السوليوت والسولفنت اثنين سائل، مو شرط مي بس سائل، مثلا الكحول احتمال نستعمل او اويل نوع من الاويل. اوكي كل السوائل وكل المواد يعني الموجوده بالطبيعه السبيسيفيك جرافيتي مالتها مو مثل المي، يعني المي الوحيد مثل ما قلت لكم اللي هو الوزن يساوي الفوليوم، لذلك السبيسيفيك جرافيتي مواد لا تختلف السبيسيفيك جرافيتي مالتها، يعني الفوليوم عن الحجم مالها يختلف. هسه الفوليوم ان فوليوم هذا اول مثال يقول هاو ماني ملي لترز، اذا هسه ما دام ملي لترز اذا عندنا فوليوم احنا اوف ليكويد فينول
should be used to compound the following prescription. هاي البريسكريبشن هو رايت هاو ماني مليلتر، عرفنا يعني ما دام مليلتر فوليوم، ومطينا الكمية الكلية هي 250 أو 240 من العفو، إذا فوليوم بير فوليوم. هاي هسه أول خطوة. نفس الحل نقدر نحول هذه إلى ديسيمال فراكشن ونضربه في هذا يطلع لنا يعني الحجم بالمول، وهذا ديسيمال فراكشن يطلع لنا ضارب هسه نحول 2.5 نحولها إلى ديسيمال فراكشن ضاربها في 240 طالع لنا 6 مول، أو بواسطة دايمنشنال أناليسيس أو بواسطة البروبورشن أي طريقة تستعملونها صحيح. هوم ورك سؤال هسه شوفوا هذا السؤال شوية بي تنتبهوا لي. What is the percentage strength weight أو volume by volume العفو of a solution of 800 milligram of liquid؟ شوف مطينا حجم أو وزن الليكويد with specific ومطينا specific gravity matter. هذا هو الويت قد يساوي 800 جرام، مطينا specific gravity تساوي 0.8 أو هاي الاستفار مالي قيمة تعرفون بس هو مطينا هيك توضيح. هذا هاي المادة يقول إيش قد enough to شنو water enough water to make 4000 مل، إذن هذا شنو الحجم الكلي. إحنا شنو عندنا specific gravity، إحنا شنو عندنا specific gravity، specific gravity هي شنو الماس، هاي مال المادة X، الماس مال المادة X على الماس مال الووتر. أوكي هسا إحنا حتى نطلع حجم هاي المادة نطلع الماس مال الووتر واللي هو نفسه حجم الووتر، يعني هاي صحيح هي 800 جرام سبيسيفيك جرافيتي مالتها 8 بالعشرة، اذا راح يكون حجمها هو مو نفس وزنها مثل الووتر. شلون نطلع من السبيسيفيك جرافيتي؟ ايش راح نسوي احنا؟ السبيسيفيك جرافيتي يساوي الماس مال الاكس على الماس مال الووتر. زين فيصير الماس مال ووتر شو يساوي؟ يساوي الماس الاكس على السبيسيفيك جرافيتي. شو يساوي؟ هنا عندنا 800 على السبيسيفيك جرافيتي 0.8 يطلع عندنا قد 1000. 1000 هذا جرام مال ووتر، حتى نطلع ايش قد يعادل هو هذا الحجم نفسه مال حجم هاي الماده، بس طلع لنا بالجرام. شلون نحوله؟ هو فوليوم يريد مالته، احنا نريد نطلع الفوليوم مالته. الفوليوم مالته نفس فوليوم الووتر، الفوليوم الماس مالت الووتر. بما انه طلع الماس الف واحنا عندنا الفوليوم يساوي الويت يساوي الفوليوم بالنسبه للووتر، اذا الفوليوم مال هاي الماده يساوي لا قصدي سموه عندنا ويت مال ووتر بالنسبه للووتر هو شنو؟ الف ألف جرام اللي هو نفسه يساوي الف مول. إذا هسه الفوليوم مال هاي المادة ايش قد يساوي؟ 1000 مول. هاي هيك شفنا طلع شوف مقسم 800 مول على 8 بالعشرة يسوس في جرافيتي زين يساوي 1000 مول. هسه راح نحل بسهولة لأن هو احنا عندنا احنا حجم المادة وعندنا الحجم الكلي نقسم، نقدر اما نسوي نسبة وتناسب او نقسم مثل قانون هذا البرسنتج، نقسم السوليوت على السولفنت ونضرب في 100 يطلع لنا 25%. هذا طريقة الحل. هذا أيضا هوم ورك. عندنا الآخر النوع الآخر هو الويت بير ويت. الويت بير ويت كالكوليشن. How many grams of phenol should be used in prepare 240؟ طبعا احنا شلون نعرف الويت بير ويت؟ إذا كان اثنين الكميات اثنين هم بالجرام نعطيناهم، هاي معناها عرفناها ويت بير ويت. أو أنه هو يطيناها مثل هذا السؤال هو مطيناها. يريد هو عندك الكمية الكلية 240 جرام، يريد نحضر 5% من الشنو؟ فينول ويت بير ويت. إذا ناخذ وزن الفينول يريد يعرف ايش قد وزن الفينول، هو هاي الطريقة مع البيرسنتج نحول هذا إلى ديسيمال فراكشن اللي هو هذا ونضربه في الكمية الكلية راح يطلع لنا 12 جرام اللي هو الجرام. هذا أيضا هومورك راح ادز لكم ان شاء الله رابط و دزوا لي عليه الهومورك. احنا هسه هذا تقريبا هي ماده يعني معاده حتى اتصور انتم بالكورس الاول هم اخذتوا هيك عنها، يعني اتصور انا اتذكر شرحت لكم على البيرسنتج. هنا شويه يعني اوسع وراح بالمستقبل هم تاخذون تطبيقات اكثر عليها وراح تتداخل ويا مواضيع ثانيه. فان شاء الله
اي سؤال تريدون هسه راح اطلع من هذا.